اخواني واخواتي متابعين قناتنا على اليوتيوب، احييكم اينما تكونوا واينما تحلوا. هذا الفيديو ان شاء الله يكون قصير. حبيت اطمنكم واشكر كل الاخوه والاخوات اللي سالوا عني وسبب غيابي هذه الفتره عن البث المباشر او الامور اللي كنت انشرها سابقا. طبعا احب اعتذر لكم لان مثل ما يقولون اخذت استراحه مقاتل وفرغت شويه لعائلتي واولادي. كنت ملتهي بين الشغل والعائله ومن فراغي اسوي بث مباشره وكذا. اريد اطمنكم الحمد لله كل شيء تمام، صحتي زينة، أخباري زينة. هذا الغياب هو مجرد استراحة قصيرة، شوية راح أطول ولو كم دعاية طلعت قال لك هذا السجن، هذا مات، هذا بالمستشفى، يعني هالكلاوات اللي طلعوها وهذا الشغلات اللي تعلمنا عليها. المهم حبيت أطمنكم أقول لكم أبو عمر أخوكم أبوكم بخير، وإن شاء الله أبقى بخير بزوجكم، وإن شاء الله صحتي أحسن. وبس مجرد شوية أريد ألتفت لعائلتي، شوية أريد ألتفت لأولادي، أعيش حياتي حالي حال الناس. 30 سنة من الحرب والسياسة والدخول في دهاليز كلفتني كثير من المشاكل، خسرت بنتي، خسرت عائلتي، خسرت أموال، كله قلت في دول العراق. هذه الفترة المعينة اللي راح أغيب فيها، وإن شاء الله بين فترة وفترة أسوي لكم فيديوهات قصيرة حتى نتجنب هذه الدعايات المغرضة اللي قاعد تطلع يومية. أطمنكم وأقول لكم أمور شلون ماشية. هذه الكم شهر الجاية اللي راح أغيب فيها، أما تحط حد للعراق ونتخلص من كل هذول الشوائب والفيروسات والدجالين والقذارات اللي جتنا بال 2003، وإلا راح أقول لكم انسوا شيء اسمه عراق، انسوا شيء اسمه وطن يرجع بعد، واللي بيه خير يشوف له بلد ثاني او يطلع من هذه المهلكة اللي راح تصير بالعراق. وبعدين لكل حادثة حديث. مرة ثانية اشكر كل الاخوة والاخوات اللي سألوا واللي اتصلوا. بس راح تبقى برامج القناة، أرشيف العراقي راح ينشر، كل شيء راح يبقى على ما هو عليه، عدا أنا البث المباشر شوية راح نأجله. ربي يحفظكم، يحفظ عوائلكم الكريمة، وحي الله كل المشرفين على القناة اللي فعلا قاعد يتعبون، حي الله الأدمنية اسم اسم أبطال هذه القناة، صقارين، كل هذول الذيول من كل الأطراف. تحياتي لكم ونشوفكم على خير.